حقيقة هي أيضا من السياسات التي بدأ بها الأمريكان وتحمله الجيشات في خلق الحق الإنساني للعراقيين المواطنين العراقيين، فبالتالي عيش أن يعيش الإنسان العراقي هموم الماء والكهرباء والصحة والدواء وغيرها، فإن هذه والبطاقة التموينية، فإن هذه من السياسات المعتمدة أو التي يتعمد في اتخاذها لكي لا يلتفت العراقي المواطن العراقي إلى حقوق أعلى وأكبر وتطلعات أعلى، فبالتالي هدف سياسي واضح وهو مكشوف من الألاعيب القديمة التي لا تخفى على كل تابع، فبالتالي الحق الإنساني والعيش الكريم في العراق وطنه بات مهضوما من جميع الحقوق وما تتصدق به الحكومة بالمن على هذه على المواطنين، فإنه يعد من التقصير الواضح بشأنهم على مستوى الأصعدة كافة، فالمعاناة الصحية لا تقل عن معاناة البطاقة التموينية مثلا أو عن الأخرى، فبالتالي فإن منع العراقيين من حقوقهم هو هدف سياسي متعمد لإذلال هذا الشعب الكريم وأن يمد عنقه دائما إلى السلطات الجائرة الظالمة التي تتصدق عليه بالقتال.